العربي اليوم من التلفزيون العربي من لندن وفيا. كرباخ إقليم الصراعات، باكو تتوعد يريفان بالرد على هجوم أودى ب14 مدنيا بغنجة. أرمينيا تنفي مسؤوليتها وتتهم أنقرة بنسف إمكانية الحوار. لبنان عام على حراك 17 من تشرين، شارع غاضب وسط بيروت والرئيس يؤكد استعداده للإصلاح من داخل مؤسسات الدولة. العراق حريق في العاصمة، محتجون يضرمون النار في مقر حزبي تابع للديمقراطية الكردستاني في بغداد، ورئيس إقليم كردستان يعد ذلك زعزعة للسلم المجتمعي في البلاد، ومجلس الوزراء يقرر فتح تحقيق في الحادثة. تبدأ العربية اليوم بتطورات الأوضاع المتوترة في إقليم ناغورني كاراباخ والمواجهات القائمة فيها بين أذربيجان وأرمينيا. أعلنت السلطات في أذربيجان ارتفاع أعداد ضحايا القصف الصاروخي الأرميني على مدينة غنجة إلى 14 مدنيا وإصابة العشرات. هذا وشيع سكان المدينة ضحايا القصف الذي ينسف المساعي الدولية المتواصلة للتهدئة بين طرفي النزاع إثر اندلاع المعارك نهاية الشهر الماضي. مفاد عدنان جان زار المنطقة التي تعرضت للقصف ورصد لنا الصورة منها. نحن نتواجد في مدينة غنجة، ثاني أكبر المدن الأذربيجانية بعد العاصمة باكو. نقف فوق ركام المنازل التي دمرها سقوط صاروخ من طراز سكود. هنا بعض قطع الصاروخ التي دمرت هذا الحي السكني بالكامل. عمليات الإنقاذ هنا في هذا المكان ما زالت متواصلة. فرق الإنقاذ تعمل على انتشال جثث القتلى الذين ما زالت تتواجد تحت هذا الركام. منذ ساعات الصباح الأولى تم انتشال أكثر من 13 جثة من هذا المكان، بالإضافة إلى أكثر من 45 مصابا تم نقلهم إلى المشافي القريبة من هذا المكان. الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وفي أول رد فعل على هذا الحادث قال بأن بلاده لن تستهدف بأي شكل من الأشكال المدنيين الأرمن، لكن الجيش الأذربيجاني سوف يرد على هذا الهجوم في الميدان. أيضا وزير الخارجية الأذربيجاني اعتبر هذا الحادث بمثابة جريمة حرب وطالب المجتمع الدولي بضرورة محاسبة جميع المسؤولين الأرمن السياسيين والعسكريين الذين أعطوا الأوامر بتنفيذ هذا الهجوم. عدنان جان العربي من مدينة غنجة أذربيجان. وكما ذكر مفاد نافا في أول رد فعل من أذربيجان، توعد الرئيس إلهام علييف يريفان بالانتقام وبالرد في ميدان القتال. شدد علييف على أن هجمات الجيش الأرميني التي وسطها بالغادرة على المدنيين لن تكسر إرادة شعبه. إن هجمات أرمينيا الجبانة على المدنيين لن تقوض عزيمة الشعب الأذربيجاني. نحن لن نقوم أبدا باستهداف المدنيين الأرمن، نحن نقوم بالرد عليهم في ميدان القتال. لقد تمت السيطرة على مدينة فضولي وعدد من المناطق المحيطة بها، وتم رفع العلم الأذربيجاني هناك. من جانب آخر، أفاد مراسل العربي بإسقاط أرمينيا 3 طائرات أذربيجانية مسيرة كانت تحاول تنفيذ غارات على أهداف في الأراضي الأرمينية.
كما لفت يريفان استهداف قواتها مدينة غنجة فيما جددت اتهاماتها لأذربيجان بقصف مناطق سكنية في عاصمة إقليم ناغورني كاراباخ. وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن بلاده مستعدة للحوار إذا كانت المفاوضات متعلقة حصرا بقضية إقليم ناغورني كاراباخ. لكن تركيا ناسفت الحوار لتحقيق أهدافها بإرساء نفوذ لها في المنطقة على حد تعبيره. معنا من غنجة مفادنا عدنان جان، ومعنا كذلك من يريفان مفادنا صابر أيوب. عدنان، ربما الهدنة أو وقف إطلاق نار أو الحوار دفنوا جميعا تحت ركام المبنى اليوم في غنجة. بالفعل، ولم يعد هناك أي حديث عن الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها في موسكو اليوم. كان هناك غضب شديد هنا في أذربيجان جراء القصف الذي استهدف أحياء سكنية في مدينة غنجة وراح ضحيتها 14 قتيلا بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى 55 إصابة في صفوف المدنيين. طبعا زار المكان هنا في مدينة غنجة نائب الرئيس الأذربيجاني حكمة حجيف، الذي أدلى ببعض التصريحات من مكة وقوع الصاروخ الأرميني. قال بأن أرمينيا تمارس إرهاب الدولة بحق المدنيين من خلال لجوئها إلى قصف المناطق السكنية في مدينة غنجة بالصواريخ. هذه هي المرة الثانية التي يتم استهداف هذه المدينة بالصواريخ، صواريخ سكود على وجه التحديد. وبالتالي أذربيجان تقول بأن هذا الاستهداف هو وجه آخر من وجوه لجوء أرمينيا إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية من أجل ربما توسيع دائرة الاشتباكات. وهنا أيضا يتم الحديث من أن أرمينيا بسبب تكبدها خسائر كبيرة في جبهات القتال، هي تقوم باستهداف المدنيين بالصواريخ بعيدة المدى في مدينة غنجة وعدد من المدن الأذربيجانية الأخرى. صابر أيوب في ريفان، على ما تستند ريفان في نفيها المتكرر لاستهداف العمق الأذربيجاني وحديثها اليوم عن استعدادها في الدخول في حوار في هذه الظروف؟ نعم، أرمينيا تستند في هذه في ادعائها بأنها لم تقصف الأراضي الأرمينية، بأن الأعمال الجارية الآن الأعمال الحربية العسكرية تجري فقط في إقليم كاراباخ، والنزاع حول إقليم كاراباخ، وأرمينيا لا تطلق أي صواريخ ولا قذائف من الأراضي الأرمينية تجاه البلدات الأذربيجانية، البلدات والمدن الأذربيجانية. أرمينيا تريد، أو كما صرح رئيس الوزراء، لا تريد لنطاق هذه الحرب أن يتوسع ويخرج عن دائرة إقليم كاراباخ، خاصة وأن كما هو معروف أرمينيا مرتبطة باتفاقية دفاع مع روسيا، وإن توسع هذا النزاع ربما على روسيا أيضا أن تتدخل تنفيذا لاتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة ذات انهيار الاتحاد السوفيتي بين أرمينيا وست دول أخرى. أما فيما يتعلق بالحوار، صحيح نيكول باشينيان صرح اليوم بأن أرمينيا كانت مستعدة إلى الحوار حول ما يجري في إقليم ناغورني كاراباخ، لكن تدخل تركيا هو من أفسد هذا الحوار، وبالتالي فإنه لا مجال في شكرا جزيلا لك صابر أيوب من يريفان عذرا على المقاطعة، والشكر أيضا موصول لعدنان جان في مدينة غنجة الأذربيجانية. إلى لبنان، حيث أحيا لبنانيون ذكرى مرور عام على حراك 17 من تشرين الأول أكتوبر في ظل أزمات سياسية واقتصادية تعيشها البلاد. وشارك الألاف في مسيرات انطلقت من نقاط عدة وجابت شوارع بيروت وصولا إلى مرفأ المدينة، حيث تم إضاءة شعلة الثورة. ووقف المتظاهرون دقيقة صمت على أرواح ضحايا انفجار المرفأ، كما طالبوا بالاقتصاص من المسؤولين عن التشهير. الرئيس اللبناني ميشيل عون قال في تغريدة على تويتر إنه بعد مرور عام على انطلاق التحركات الشعبية لا تزال يده ممدودة للعمل معا على تحقيق المطالب الإصلاحية، مشددا على أن ذلك الإصلاح غير ممكن من خارج المؤسسات.
في سياق ذاته طالبت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية بإجراء تحقيقات شفافة في قمع المتظاهرين منذ انطلاق حراك أكتوبر. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنها وثقت الاستعمال المفرط للقوة بما في ذلك الاستعمال غير القانوني للقنابل المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب على المحتجين. وأشعلت ضريبة على تطبيقات التواصل غضب اللبنانيين قبل عام وأدت إلى إسقاط حكومة سعد الحريري. وتأتي الذكرى وسط ظروف اقتصادية صعبة وانقسام سياسي عرقل تشكيل حكومة جديدة، إضافة إلى تداعيات انفجار مرفأ بيروت. حتى الثورات ترمم في لبنان، نضجت الانتفاضة أم لم يشتد عودها؟ اقتنع الساسة بها أم أنكروها؟ لكن يصعب على أحد إلغاء دورها. جاءت ذكراها هذا العام على توقيت الانفجار وعلى بقايا حطامه. لقد زادت الألغام تحت أقدام المتأهبين وتهشمت صورة الزعامات وإن لم تتهمش. هذا المجسم بيعني التكسير يلي صار فينا، والأربعين سنة كم مرة كسرونا، فهذه بتعبر عن وجعنا عن ألمنا، وبنفس الوقت فيها القوة الاستمرار المسابرة لأنه ما حنستسلم. حين خرج اللبنانيون قبل عام على ضريبة الستة سنتات لم يستثنوا أصحاب الفخامة والمعالي. جاء عام آخر تضخم الدولار فأصبح صاحب السعادة في البلاد. أسقطت حكومة تحت الغضب ثم كادت تطل برأسها في الذكرى الأولى من الغضب. ضربوا الطائفة عرض الحائط وبقي زعماء الطوائف خلف جدارها القديم. على المعارضة أن تنضج. اليوم نحن عم نحكي عن مسار عمره سنة، أسقط حكومة الحريري ومشاريعها، أسقط الحكومات يلي بعدها والحكومة يلي بعدها، حقق خطاب جذري وأسقط هالة الزعماء والقدسية الوهمية تبعهم. سقط المرفأ وبقيت في لبنان ذكرى الثورة ومعها أصحاب السلطة والثروة. سقط الخوف ولم تسقط السلطة، زادت الشعارات ولم تحترق الولاءات. لبنان يترقب إن كانت هناك نسخة ثانية لإحياء الانتفاضة أو طبعة منقحة للذكرى والتاريخ. الأكيد أن الساحات اختبأت أو تأهبت خلف الركام وتحت الأنقاض حقيقة تقول إن حراكا أزهر ذات يوم دون أن يذبل النظام. عام أول على طريق التغيير، أوثنة اختبار لمناعة الحكام على أقل تقدير. بكل الأحوال هو حول يمر اليوم على البلاد وهي بلا قوة ولا حول. مراد لبطوش، العربي، بيروت. من بيروت معنا مراسلنا محمد شبارو. محمد، هل لمست اليوم من خلال احتكاكك مع المتظاهرين الذين خرجوا إحياء لذكرى الأولى للحراك أنهم مصرون على الاستمرار حتى ربما بنفس الأدوات التي لم تحقق أهدافهم كلها حتى الآن؟ يعني فعليا تحدثنا الى اكثر من مجموعه من المجموعات الناشطه في الشارع. لسان حال من نزل اليوم هو الاصرار على اكمال المسيره والاصرار على فعل الثوره كما يقولون، ولكن هذا الخطاب لا يلغي الحديث الواضح في الشارع اللبناني عن تراجع الزخم في الشارع خصوصا اليوم، وهذا يعود إلى جملة من الأسباب لعل أهمها الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا، إضافة إلى حالة التململ في الشارع اللبناني، حالة اليأس أيضا بعد عام شهد العديد من النكبات إنجاز التعبير، نكبة المرفأ وما تخللها وأيضا أزمة كورونا، إضافة إلى الواقع المعيشي والاقتصادي الصعب جدا وارتفاع سعر صرف الدولار، وبات الكثير أمام معضلة تأمين لقمة العيش في الداخل اللبناني. كل هذا الواقع لا شك أرخى بثقله على حياة اللبنانيين وترك أثره في حركة الشارع المعترض، حتى أن في الأشهر المنصرمة شهدنا ارتفاع كبير في عدد المهاجرين إلى الخارج بحثا عن فرص عمل، وهم من الأشخاص الناشطين كانوا في الشارع اللبناني في لحظة انطلاق ثورة أو انتفاضة 17 من تشرين.
بعض المجموعات التي تحدثنا معها أيضا تتحدث عن مجهود الآن يتركز حول محاولة توحيد إطار عام لهذه المجموعات لتنظيم عملها وأيضا للتحضر للمرحلة المقبلة في حال أجريت انتخابات نيابية، حتى لو لم تجري في فترة يعني قريبة، ولكن في الانتخابات المقبلة يعتبرون أنها تحدي أساسي لهذه المجموعة وعليها الانتظام ريثما تنضج الظروف العامة السياسية في الداخل اللبناني. محمد شبارو في بيروت، شكرا جزيلا. إلى العراق، حيث قرر مجلس الوزراء العراقي فتح تحقيق في حادثة الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني. من جانبه أدان رئيس إقليم كردستان نيشيربان بارزاني في بيان له إحراق أنصار للحشد الشعبي مقر الحزب في العاصمة بغداد، مؤكدا أن ذلك يزعزع السلم المجتمعي في البلاد. وكان عشرات من المحتجين الذين رفعوا رايات الحشد الشعبي قد اقتحموا مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد أضرموا النيران فيه، وقال مسؤول أمني إن قوات الأمن لم تتمكن من صدهم، صد المحتجين الذين تجاوزوا أسلاكا شائكة وضعتها قوات مكافحة الشغب في الشارع المؤدي إلى المقر. يأتي هذا التصعيد بعد تصريح مثير للقيادي في الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري، وصف فيه الحشد الشعبي بالميليشيا، طالب بإخراجهم من المنطقة الخضراء. من جهته أعرب الحشد الشعبي عن رفضه استعمال العنف والتخريب بأي شكل من الأشكال. وذكر الحشد في بيان أنه يتفهم مشاعر العراقيين الحريصين على تضحيات أبناء الحشد، ويدعم حرية الرأي والتظاهر السلمي بما نص عليه الدستور، لكنه أكد رفضه استعمال العنف والتخريب. كما دعا الحشد الجميع إلى الحفاظ على هيبة الدولة والسلم المجتمعي واحترام رجال الأمن في هذا الظرف الحساس، كما قال البيان. نبقى في العراق، إذ أصدرت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين طلبا عاجلا إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة لفتح تحقيق فوري في قضية اختطاف ومقتل 12 مدنيا في قضاء بلد من قبل جهة مسلحة مجهولة. وفق البيان، فقد تم العثور على 8 منهم تم تصفيتهم رميا بالرصاص، أغلب الرصاص في منطقة الرأس والصدر. الآن ننتقل إلى ملف الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية والطريق إلى البيت الأبيض مع زميلتنا نجلاء أبو مرعي مباشرة من واشنطن. شكرا لكما سهام ووائل، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة لمواكبة الانتخابات الرئاسية الأمريكية من واشنطن. ونبدأها بزيارة ينوي الرئيس الجمهوري الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب بزيارة ولايتي ميشيغان وويسكونسن، وذلك قبل أن يبدأ جولة في الولايات الغربية في وقت تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن عليه قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في 3 من الشهر المقبل. ساخر كعادته إزاء خصمه في محاولة حشد أنصاره في ميكن بولاية جورجيا. لا يخدعنك هتاف القوم هنا حينما تدرك أن الغريم الديمقراطي الذي يصفه بالنعسان يتقدم هنا وفق استطلاعات الرأي. تغير المزاج العام عما كان قبل 4 أعوام. لا مجال أمام المرشح الجمهوري سوى النيل من خصمه وعائلته وشركات الإنترنت ووسائل الإعلام. لا أتصدى لبايدن وعائلته الفاسدة فحسب، بل أتصدى لوسائل الإعلام الفاسدة ونواجه شركات التكنولوجيا الكبيرة. لكن وبعيدا عن تجمع صاخب، تتعقد مهمة ترامب في هذه الولاية وقد اتضح مسار الناخب. أما في ولاية ميشيغان فيعلو كعب الديمقراطيين قليلا بعد مؤامرة خطف حاكمتها من قبل جماعة متطرفة عنصرية.
لسنا بحاجة إلى ميليشيات مسلحة تجوب شوارع أمريكا، ولا يجب أن نتسامح مع الجماعات المتطرفة التي تؤمن بتفوق العرق الأبيض والتي تهدد مجتمعاتنا. ومع اقتراب السباق الانتخابي من تاريخه الفاصل، يحشد الديمقراطيون صفوفهم، فالرئيس السابق هنا سيسير برفقة بايدن في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا التي كسبها ترامب سابقا. مقابل ذلك حديث عن تقلبات داخل المعسكر الجمهوري إزاء مرشحه. ومعنا من واشنطن زيد بنيامين ونبيل أبي صعب من بورتلاند في ولاية أوريغون. أبدأ معك زيد، هناك اليوم في واشنطن مسيرة نسائية ويبدو أنها يعني ستكون حاشدة، مقررة هذه المسيرة على ما قيل من تقريبا الآن بدأت إلى الثالثة، ماذا في عناوينها وإلى أي مدى فعلا سيكون لها أثر ربما على بعض الناخبين غير الحاسمين لخياراتهم بعد؟ نعم نجلاء، هذه الحملة التي تسمى الحراك النسائي تعقد سنويا في يوم تنصيب ترامب الذي يصادف تقريبا 18 من يناير من كل عام. هذا العام قرروا تقديم هذا الحراك لمدة 3 أشهر مبكرا من أجل يعني حشد الدعم النساء للتصويت للمرشح الديمقراطي تحديدا جو بايدن، وذلك من أجل التخلص من ترامب الذي يعتقدون أنه يشكل خطرا على حقوق المرأة. طبعا العدد الذي شارك اليوم ربما يتراوح بين 10,000 إلى 15,000، وهو رقم قليل بالمقارنة مع أكثر من 1,000,000 امرأة شاركوا في بدء هذا الحراك في عام 2017، لكن القائمين يقولون أنه يعني هذا الرقم لا يمثل العدد الحقيقي لأنه هناك عمليات تحشيد تجري على الإنترنت، بالإضافة إلى أنه تم تشجيع النساء على عدم الحضور إلى واشنطن والبقاء في المدن الأمريكية التي هم فيها من أجل الاحتجاج، وقالوا أنه هناك يعني احتجاجات في أكثر من 400 موقع في الولايات المتحدة. طبعا أنا أراهم الآن هم يتجهون نحو مجلس الشيوخ ونحو المحكمة العليا، وذلك من أجل الدعوة والدفع نحو عدم المضي قدما في عملية تنصيب مرشحة الرئيس ترامب القاضية المحافظة إيمي باريت. وهناك أيضا أمام المحكمة العليا هناك حراك نسائي آخر تحت شعار أنا معها لتأييد مرشحة ترامب المحافظة، فأعتقد أنه يعني سنشاهد نوع من المواجهة النسائية المبكرة قبيل الانتخابات، خصوصا يعني هذا يضيف ضغط على ترامب الذي يتأخر ب 23 نقطة أمام بايدن في فئة التصويت النساء. نعم نجلة. نعم زيد، أتحول الآن إلى نبيل أبي صعب في ولاية أوريغون. ما يعني هي الأجواء أيضا الانتخابية في هذه الولاية، لا سيما أنه على ما يبدو التظاهرات لم تتوقف؟ إذا يبدو أن نبيل ليس جاهزا معنا الآن، ربما يكون معنا في نشرات ونافذات لاحقة. أما الآن فنتابع هذا التقرير الذي أعدته موفدتنا إلى ولاية ميسيسيبي التي شهدت بفترات الحرب الأهلية فصلا من فصول هذه الحرب، لا سيما مدينة فيكسبورغ، حيث هناك الناخبون يولون أهمية كبيرة للتصويت ليس فقط للاعتبارات السياسية، إنما أيضا باعتباره جزء من الهوية وجزء من التعبير عن الخيارات والهوية العرقية. كل شيء هنا يبدو هادئا في هذه المدينة، لكنه ليس كذلك. تشتعل هذه المدينة فيكسبورغ على ضفاف الميسيسيبي في أقصى الجنوب الأمريكي بجدل السياسة الأمريكية. أكثر من 65% من سكان المدينة من الأمريكيين من أصول أفريقية في ولاية أغلب سكانها من البيض، والهوية السياسية هنا يقول البعض يحددها لون البشرة أكثر من أي شيء آخر. هوية الناخبين متعلقة بالتصويت،
يؤكد معظم البيض على هويتهم البيضاء من خلال التصويت مع الجمهوريين. إذا كنت أبيض تصوت جمهوريا، وإذا كنت أسود تصوت ديمقراطيا. كذلك يتم التأكيد على الهوية في الجنوب. هكذا هو الجنوب الأمريكي. كانت المدينة قد حصرت خلال الحرب الأهلية، وكانت مسرحاً لواحدة من المعارك بين الشمال الذي يريد تحرير الأمريكيين من أصول أفريقية من العبودية، والجنوب الذي يرفض تحريرهم. وحتى بعد فوز الشمال بقيت المدينة كمدن أخرى في الجنوب مسرحاً لأعمال عنف ضد السود. والأمر لا يتعلق بفيكسبرغ فقط، تاريخ يزيد من أهمية التصويت لسكان المدينة. هذه الانتخابات مختلفة عن انتخابات أخرى، توجد أهمية أكثر للتصويت. نرى الشبان خصوصا يشاركون بفاعلية أكبر. ولا يضيع الشباب هذه الفرصة. الانتخابات فرصة لممارسة نعمة الاختيار، اختيار بين شخصين وبخبرة الناخبين وعلمهم يمكن اختيار شخص يساعدهم على التقدم. فرصة قد تغير واقعا غير مكتوب، فلا فصل هنا في القوانين ولا عنصرية على الورق، لكن التاريخ يقول بعض سكان المدينة نزال حكما هنا وحيا بشكل كبير. في هذه المدينة التصويت جزء من الهوية، ولأن حق التصويت جاء بعد نضال طويل، يقول الناخبون أصبحت هذه الانتخابات ذات أهمية خاصة، لأنها كما يقولون تحدد مصير ومسير بلادهم لأمد طويل. ريما أبو حمدية، العربي، من مدينة فيكسبرغ بولاية ميسيسيبي. كورونا والعوامل الاقتصادية ونظام الرعاية الصحية ملفات تحدد ربما خيارات الناخبين بشكل أساسي بين الجمهوريين والديمقراطيين، لكن أيضا عوامل أخرى تدفع بالعديد من الناخبين الأمريكيين إلى التصويت ضد ترامب بسبب تعليقاته التي تميزت أو عرف عنها أو وضعت في سياق أنها تحريض على العنصرية وأنها تزكي الممارسات العنفية. جويس الحاشكوري أعدت هذا التقرير، نتابع. ترتفع قبضة الثورة هنا وتتناثر حولها أسماء الضحايا والمعتقلين: جورج فلويد، مورفي رانكس، رامون لوبيز، واللائحة تطول. فقد كشف مقتل جورج فلويد النقاب عن قضايا أخرى قيدت ضد مجهول أو طويت وعلقت قبل أن تكتب نهايتها العاجلة. ملفات أعيد طرحها اليوم لتؤثر في سيرورة الانتخابات الرئاسية. تحولت جادة واشنطن هنا في مينيابوليس حيث قتل فلويد إلى ساحة تزدان بشعارات تطالب بالعدالة. فلا سلام دون عدالة، يؤكد الجميع هنا. تتلون الساحة بالرسومات وتعج بالرواد من مختلف الجنسيات والعرقيات، تجمعهم شعارات مناهضة للعنصرية، عنصرية يتهمون الرئيس الحالي دونالد ترامب بتأجيجها. أعتقد أن الناس باتوا يدركون أن ترامب يدعم ما يؤدي إلى العنصرية. لا نستطيع العيش في ظل هذا النظام، لذلك أظن أن الناخبين سيصوتون لما هو في مصلحتهم الخاصة. أظن أن المزيد من الأشخاص هم على استعداد لإخراج ترامب من البيت الأبيض. يشكل الأمريكيون السود 13% من سكان الولايات المتحدة. 40 مليون أمريكي هو عددهم التقديري، ورغم الاعتراف القانوني بهذه الشريحة ومشاركة كثير منهم في أجهزة الدولة وانخراطهم في الوظائف الحكومية، يعاني بعضهم مما يصفونه بالسلوكيات العنصرية ويرمى بهم على قارعة الطريق. سلوكيات قد تفقد المرشح الجمهوري أصوات غالبية ساحقة ممن يشعرون أن الخطاب العنصري يستهدفهم، ولكن أيضا لمن يناصر هؤلاء ويهتف معهم ضد العنصرية وهم كثر. أشعلت حادثة جورج فلويد فتيل الاحتجاجات على ممارسات مزمنة، ممارسات ارتفعت وتيرتها في الأونة الأخيرة في البلاد وسط مخاوف من غياب المحاسبة
وقضية بريونا تايلر. خير دليل. جيس الحشخوري العربي من جادة واشنطن حيث قتل جورج فلويد. مينيسوتا. ختام هذه النافذة الخاصة من واشنطن، سيكون لنا بالطبع نوافذ أخرى تتابعونا ضمن هذه التغطية لمواكبة الانتخابات الرئاسية الأمريكية. أما الآن نعود لمواصلة العرب اليوم مع سهام ووائل. شكرا لنجلاء وزملاء المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية ومشاهدينا بالعودة للحديث عن خبرنا من العراق الذي يتعلق بقيام محتجين من الحشد الشعبي بحرق مركز حزبي تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني. ينضم إلينا من بغداد مراسلنا ضياء الناصر. ضياء، في كل مرة يكون هناك اعتداء على أفراد أو مقار حزبية وحكومية يتم الحديث عن تحقيقات في هذا الأمر، أين وصلت هذه التحقيقات من ناحية العقاب والردع ردع الجنات؟ لم تخرج هذه التحقيقات إلى العلن ولم يتم الحديث عن أي نتائج أو ترتيب أي آثار على التحقيقات السابقة. قبل حوالي شهر قامت مجاميع ملثمة بهدم مقرات ومنازل استأجرتها بعض الأحزاب أو القوى السياسية بطريقة مبتكرة باستعمال الآليات الكبيرة وبالتحديد آليات تابعة إلى مؤسسات الدولة. حرق المؤسسات هو ليس بالعمل الجديد، ولكن أخذ بشكل وتيرته أخذ بشكل تصاعدي منذ تشرين عام 2019 بتزامن مع بدء الاحتجاجات التي حدثت أواخر العام الماضي. ما حصل اليوم هو رفع رايات الحشد الشعبي، بمعنى أن المحتجين أعلنوا عن هويتهم الواضحة بأنهم هم من يقوموا بحرق مركز أو مقر حزب الديمقراطي الكردستاني التابع للسيد مسعود البرزاني، وأعلنوا عن مسؤوليتهم وإن كان بشكل بطريقة رفع الصور، ولكن الحشد على الأقل لم يصدر بيانا يتبرأ من هذا العمل، على الرغم أنه أصدر بيان منذ قليل وأعلن عن عدم رضاه على هذه العملية. سنتابع معك تطورات هذا الملف. شكرا جزيلا لك من بغداد، كنت معنا مراسلنا ضياء الناصري. والعرب اليوم متواصل معكم مشاهدينا، تتابعون بعد الفاصل. إسرائيل قدم للأراضي في فلسطين تحت اسم الاستيطان. بكم من جديد. صرحت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمام اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 75 أن الدوحة تشدد على أن الحل الدائم والعادل والشامل للقضية الفلسطينية يتطلب مفاوضات جادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس المرجعيات المتفق عليها. شارك فلسطينيون في قطاع غزة في وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعما للمعتقل ماهر الأخرس المضرب عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية. ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية لافتات تطالب بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأخرس. ويواصل الأخرس إضرابه عن الطعام لليوم 83 رافضا لاعتقاله الإداري الذي يجيز حبسه بلا محاكمة. أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على بناء 12159 وحدة استيطانية في الضفة الغربية خلال العام الحالي. وقال تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن إسرائيل وافقت على خطة لبناء 3212 مستوطنة بعد شهر واحد من التوقيع على اتفاقيتي التطبيع مع الإمارات والبحرين.
إلى هنا فقط يستطيع الحاج عبد اللطيف أبو ثابت الوصول. سكروا لنا إياها مشان يمنعونا نحرس أرضنا أو نفلحها أو نكون بزراعتها. الحد الفاصل بينه وبين أرضه سواتر ترابية وضعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد الاستيلاء عليها في قرية بيت دجن شرقي نابلس. تزعم سلطات الاحتلال أن الأرض البالغة 65 دونما محمية طبيعية، فيما يقول الحاج إن مستوطنين يضعون بيوتا متنقلة لهم بين فترة وأخرى، وأيا تكن المزاعم فإن أبا ثابت يخشى أن يفقد أرضه. يعني اليهودي يبدأ بخيمة ثم كربانة ثم مجموعة بركسات ثم مستوطنة، يعني المنطقة مصادرة من الطريق. وشركة نبهوا على الرعيان تبعين بيت دجان، قالوا لهم من الشارع وشركة ممنوع ولا واحد يصل. أرض الحاج عبد اللطيف كغيرها من عشرات آلاف الدنومات التي صودرت لصالح التوسع الاستيطاني، وفي أكبر رقم قياسي منذ سنوات قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري بناء نحو 12500 وحدة استيطانية. قرار التوسع الاستيطاني الجديد أقلق دولا أوروبية على رأسها بريطانيا وألمانيا، فاستنكرت في بيان الأمر واعتبرته انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين. لم يرقى الاتحاد الأوروبي حتى الآن لاتخاذ قرارات ورادعة لإسرائيل، بمعنى تهديد الاتفاقيات التجارية، قطع العلاقات مع إسرائيل، في إلغاء اتفاقيات استراتيجية مع إسرائيل في مختلف المجالات سواء الاقتصادية أو مجال البحوث وغيرها، وهي بمليارات الدولارات. استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يقضي بعدم شرعية الاستيطان ويطالب إسرائيل بوقفه، طالبت السلطة الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في ملف الاستيطان الذي يرقى لجرائم حرب كما وصفته. ليست المرة الأولى التي تطالب فيها دول أوروبية إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني، لكن البناء متواصل ومصادرة الأراضي مستمرة، ما يدعو إلى تحرك دولي عملي يتجاوز الإدانات اللفظية لإرغام إسرائيل على وقف سياسة تغيير الوقائع على الأرض، يقول الفلسطينيون. يرى العمل العربي، رام الله. طرحت أحزاب سياسية سودانية مشروعا لإنجاح الفترة الانتقالية يشمل 4 محاور عن السلام والدستور والحكم الفيدرالي وتشكيل مفوضية الانتخابات. جاء ذلك خلال حفل تدشين مشروع البرنامج الوطني للفترة الانتقالية في العاصمة الخرطوم وبمشاركة 33 حزبا. وأطلقت الأحزاب على مشروعها مسمى قوى نداء البرنامج الوطني بعد أن وقعت عليه أبرز القوى السياسية، بينها المؤتمر الشعبي والاتحاد الديمقراطي والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وتلك الحركات في جوبا عاصمة جنوب السودان. وقالت الحكومة السودانية في بيان إن مسؤولة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تصل اليوم إلى السودان لمناقشة التعاون بشأن محاكمة المطلوبين دوليا لارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور. وأضاف البيان الحكومي أن المدعية العامة ستلتقي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعددا من المسؤولين. كانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قد طالبت جميع أعضاء مجلس الأمن ببذل كل ما بوسعهم لتسليم 4 متهمين سودانيين بينهم الرئيس السابق عمر البشير للمثول أمام المحكمة. بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يصادف 17 من تشرين الأول أكتوبر من كل عام، تتسع دائرة الفقر في اليمن اتساعا كبيرا، إذ أخلت الحرب المتواصلة منذ 6 سنوات كثيرا من سكان اليمن إلى فقراء ونازحين يعيشون على المساعدات بالرغم من ثروات البلاد الكثيرة. من اليمن السعيد إلى واحد من أفقر بلدان العالم، هذا هو حاله اليوم. الملايين من السكان يكابدون الفقر والجوع. علي العماد قصة معاناة يعيشها مع أطفاله في بيته المكون من غرفة واحدة صغيرة، غرفة تعوزها مقومات الحياة بما فيها وجبة طعام. في معاناة كبيرة، يلا بعض الأحيان نحصل حق علاج، نحصل حق أكل، بعض الأحيان حق إيجار، حق هذا. وكقصة علي، محمود ناصر يعاني الفقر والمرض، يكتفي في معظم أيامه وأطفاله 5 بوجبة واحدة في اليوم. الوجبات يعني
نستغني عن بعضها والباقي يعني أمانة بعض الأحيان ما بلا زبادي ولقمة والباقي على أرحم الراحمين. عائلة علي ومحمود نموذجان لآلاف الأسر اليمنية التي تغالب الفقر والجوع، فقر لم يعد محصورا على فئة دون أخرى، بل امتد ليشمل حتى فئات من الموظفين ومن كانوا يوما ميسوري الحال. الفقر الآن ليس فقط للطبقات اللي هي المهمشة، الآن أصبح الفقر الآن امتد إلى الطبقة الكبيرة واللي هي طبقة المتعلمين، طبقة التربويين، طبقة الأكاديميين، ونحن نسعى بكل جهد الآن أن نسعى أن نطرق أبواب كثير من التجار، كثير من المنظمات المحلية والدولية خارج اليمن من أجل نوفر لهم لقمة العيش. تحصي المنظمات الدولية نسبة 80% من السكان يعيشون على المساعدات الإنسانية، ونحو 16 مليونا من أصل 28 هم إجمالي سكان البلاد يعانون انعدام الأمن الغذائي. مع استمرار الصراع وتراجع عمل المنظمات الداعمة تتوالى التحذيرات من تفاقم المعاناة تفاقما كبيرا خلال الفترة المقبلة. 40% من الأسر اليمنية باتت عاجزة عن تلبية احتياجاتها الغذائية وفق برنامج الغذاء العالمي، نسبة تعني زيادة أعداد الجوع والفقراء بشكل يومي في بلد يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم. خليل القاهري، العربي، صنعاء. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود ليبلغ 405 مليارات متر مكعب إجمالا. بخصوص الأزمة الشرقية المتوسط، قال أردوغان إن بلاده عازمة على ألا تسمح لأي أمر واقع بتجاهل حقوق الشعب التركي والقبارس الأتراك حسب تعبيره. فتح يبشر به الرئيس التركي منذ نحو شهرين في البحر الأسود. أبحاث سفينة التنقيب فاتح ترفع خزين الغاز هنا من 320 مليار متر مكعب إلى 405 إجمالا. لقد اكتشفنا 85 مليار متر مكعب إضافيا من الغاز الطبيعي في البحر الأسود. إن إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف في منطقة تونا واحد بحقل سقارية بلغ 405 مليارات متر مكعب. أردوغان المبتهج يبلغ مواطنيه بفتح عصر جديد للدولة التركية من بوابة الطاقة في المياه هنا، كذلك في مياه شرقي المتوسط حيث تشتعل أزمة. لقد فتحنا باب عصر جديد عبر التصدي لجهود إقصاء تركيا عن موارد الهيدروكربون شرقي المتوسط. لا أطمع لدينا في حقوق وأراضي أحد، وإذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا عادلا في شرقي المتوسط فسيكون ذلك إعلانا رسميا بأن نهاية دوره باتت وشيكة. تثبت أنقرة أقدامها شيئا فشيئا في نادي منتجي الغاز عالميا منذ إعلانها في 21 من أغسطس آب الماضي عن كشف ضخم للغاز الطبيعي في مياه البحر الأسود، مع آمال باحتياطات إضافية في مياه متنازع عليها في البحر المتوسط حيث يتعكر صفوه وتتباين الرؤى وتشتد الأزمة. ينتهي غدا مفعول حظر التسليح المفروض على إيران الذي كان مجلس الأمن الدولي قد فرضه قبل 13 عاما بسبب مخاوف من سعي طهران إلى تطوير أسلحة نووية. كان الاتفاق النووي الذي صدق عليه مجلس الأمن الدولي قد رفع القيود عن إيران جزئيا على أن ترفع بالكامل عن الأسلحة التقليدية بدءا من اليوم. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي انسحبت من الاتفاق النووي سعت إلى تمديد هذه القيود لكنها لم توفق في ذلك. هو انتصار على واشنطن، هكذا تقول طهران، طالما أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تفلح في تمديد القيود المفروضة على إيران بخصوص الأسلحة، قيود كان رفعها جزءا من الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي الذي صادق عليه، اتفاق يبدو صامدا على الرغم من انسحاب واشنطن منه.
طهران تبدو عازمة على ترجمة انتهاء هذه القيود عمليا استيرادا وتصديرا. رغم العراقيل التي استحدثوها حققنا الاكتفاء الذاتي في كثير من المجالات. ترسانة الأسلحة الإيرانية على موعد مع تكنولوجيا متطورة ربما. عززت إيران من مدايات ودقة صواريخها في السنوات القليلة الماضية. برنامجها الصاروخي الذي لطالما أقلق الغرب قد يصبح مقلقا بشكل أكبر. لكن طهران ورغم كشفها مؤخرا عن مقاتلة كوثر محلية الصنع تعطي أولوية خاصة لتعزيز سلاح جوها. أما تصديريا فلا تمانع إيران من تصدير الطائرات المسيرة التي تقول إنها باتت تحتل في إنتاجها مكانة رفيعة. سنتمكن من توفير ما ينقصنا كما أن بيع الأسلحة من معايير القوة وتصديرها سيدر علينا الأموال. الضغوط الأمريكية القصوى ستواصل طهران مواجهتها بمقاومة قصوى كما تقول. لكن السؤال ماذا ستفعل إيران بعقوبات الخزانة الأمريكية على بنوكها التي تحول دونها ودون حوالات مصرفية دولية؟ معركة القيود على إيران بشأن الأسلحة مرحلة من مراحل الصراع الإيراني الأمريكي الذي بات التنبؤ بالمرحلة التالية بشأنه أمرا صعبا مع خروجه عن المألوف، فكل طرف يراهن على أسلوبه ويأمل بأن يكون هذا الأسلوب حصان طروادته في وجه خصمه. حازم كلاس، العربي، طهران. قبل أيام من عرض مشروع لتعديل بعض الفصول فيما يعرف بالمرسوم 116 في تونس الذي ينظم قطاع الإعلام السمعي والبصري على جلسة عامة للتصويت في مجلس النواب، أثير جدل كبير في أوساط الإعلاميين والهيئات المعنية بالإعلام. ومن بين التعديلات المقترحة إعفاء المشاريع الإعلامية من الترخيص المسبق وحصر انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للسمعي البصري بيد مجلس نواب الشعب، وهو ما ترفضه نقابات صحفيين ومنظمات في المجتمع المدني. لا حاجة لموافقة مسبقة من الجهة الرسمية لإطلاق مشروع إعلامي في تونس، هكذا نصت مبادرة جديدة طرحها حزب ائتلاف الكرامة لتنقيح فصل قديم في المرسوم 116 المنظم للقطاع الإعلامي. مسودة قانون تطالب بإعفاء المؤسسات الإعلامية من الترخيص المسبق لممارسة العمل، خطوة يقول داعموها إنها ستوفر الآلاف من الوظائف وتحرر الإعلام من سيطرة لوبيات المال. الاستثمار في حالة الحرية ليس فقط في تونس، نحن لا نبتدع بدعة، في كل العالم المتحضر الرقابة تكون بعدية، ولدينا قانون إرهاب، لدينا قوانين نافذة هنا في تونس، ولدينا كراس شروط، فالبعد الرقابي البعدي يبقى قائما على كل القنوات، وليس صحيحا ذلك التخويف والترهيب. ما يراه أصحاب المبادرة وداعموها تحريرا للإعلام تراها الهيئة العليا المستقلة للإعلام الهيكا تعديا على صلاحيتها، وتعتقد أن المبادرة لا تستهدفها وحدها بل تستهدف كل أطياف الإعلام التونسي، وتتهم الأطراف التي تقف وراءها بالسعي للالتفاف على القانون لإيجاد مؤسسات إعلامية غير قانونية. فتح المجال لبعث قنوات تلفزية ليس بمفهوم الحرية، ليس هي مسألة تجارية، ولكن هي مسألة تهم المرفق العام ومسؤولية مجتمعية للهيئة ومسؤولية مجتمعية لوسائل الإعلام. يعني مش يعني الغريب في الأمر أنه تحولت وسائل الإعلام إلى شركات تجارية ما هيش ما تقومش بدورها المجتمعي. ما بين رفض الرقابة القبلية على المضمون الإعلامي والخوف من الفوضى التي قد يشهدها القطاع الصحفي تتباين المواقف من المبادرة. نقابة الصحفيين التونسيين عادتها غير دستورية وتنال من صلاحيات هيئة دستورية، بل وتفتح الباب لانتهاك السيادة الوطنية من خلال بث مضامين لا تخضع للرقابة. مواقف ما قبل الجلسة العامة لمناقشة التنقيحات على مشروع القانون الجدلي ستلقي بظلاله على جلسة التصويت دون شك. هنالك سيتحدد مصير هذه التنقيحات، وفي حال أقرت قد تمثل منعرجا حاسما في تشكيل المشهد الإعلامي في تونس. علي القسمي، العربي، تونس.
اعتقلت الشرطة الفرنسية 9 أشخاص تعتقد أنهم على صلة بعملية قتل مدرس في إحدى المدن الفرنسية في ضواحي باريس. الشرطة أكدت أن الشاب البالغ من العمر 18 عاما من أصول شيشانية وأنه مولود في موسكو ويسكن على بعد 100 كيلومتر عن مكان الحادث. هذا هو القاتل، وحادثة قتل المدرس أعادت في الواقع إلى الواجهة النقاش عن الإسلام والعلمانية في فرنسا. على عجل قطع الرئيس الفرنسي زيارته إلى بروكسل وتوجه إلى المكان الذي قطع فيه رأس مدرس على يد شاب من أصل شيشاني لأنه عرض صورا للنبي محمد في درس عن حرية التعبير وحدودها. ماكرون صنف الحادث بأنه إرهاب إسلاموي وأن الجمهورية لن ترضخ لهؤلاء. أحد مواطنين قتل لأنه يدرس، لأنه يعلم التلاميذ حرية التعبير وحرية الاعتقاد أو عدم الاعتقاد. عاد الحديث عن الإسلام والمسلمين في فرنسا إلى الواجهة مرة أخرى، وبدأ النقاش واسعا حول دور المدرسة في مواجهة التطرف خاصة وأن العديد من المدرسين يشتكون من رفض طلاب مسلمين حضور دروس تتعلق بالحريات والفنون ونظريات كالنشوء والارتقاء، كما لا يقبل بعضهم حضور دروس الثقافة الجنسية. فهل تكمن المشكلة فعلا في فهم العلمانية وطريقة تطبيقها على الطريقة الفرنسية؟ المسألة الأساسية أن فرنسا فشلت في موضوع التعايش بين المقيمين على أرضها. هناك إشكالية أخرى تكمن في انعدام معرفة الفرنسي من أصول فرنسية لحضارة الآخر، لقيامه ولما يمكن أن يخدشه ويستفز شعوره. وزير التربية الفرنسي أعلن أن الوزارة ستتخذ جملة من القرارات الصارمة اعتبارا من العام القادم، وأن حرية التعبير مكفولة ولا يمكن المساس بها، لتصبح المدرسة ميدانا آخر للمواجهة بين فرنسا وقسم من الجالية المسلمة. في الثاني من الشهر الجاري قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإسلام في أزمة، تصريح وجه بانتقادات حادة من قبل المسلمين في فرنسا وخارجها. عملية قتل المدرس جاءت لتزيد من تعقيد الموقف بين الماكرونية السياسية وشرطتها من جهة وبين المسلمين في فرنسا من جهة أخرى. محمد الحجي، العربي، باريس. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن 6 مدنيين قتلوا إثر تفجير عبوة ناسفة في ولاية غور غربي البلاد. وأضاف في مؤتمر صحفي أن التفجير وقع في منطقة بالا بوساطة عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق. اتهم المسؤول حركة طالبان بتنفيذ العملية في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. حققت رئيسة وزراء نيوزيلندا المنتهية ولايتها جاسيندا أردرن فوزا غير مسبوق مع حزب العمال الذي تنتمي إليه. وحصل الحزب على 64 مقعدا من أصل 120 في البرلمان، وهو ما يعني أنه بإمكانه تشكيل أول حكومة في نيوزيلندا. في تحول ديمقراطي جديد فازت رئيسة حزب العمال جاسيندا أردن بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة التي شهدتها نيوزيلندا. جاسيندا البالغة من العمر 40 عاما قادت البلاد في ولايتها الأولى التي تقاسم فيها حزب العمال السلطة مع الحزب القومي، لم تتأخر عن شكر مناصريها. لقد أظهرت نيوزيلندا الليلة لحزب العمال أكبر دعم له منذ 50 عاما على الأقل. لقد رأينا هذا الدعم في كل المناطق الحضرية والمناطق الريفية والمقاعد التي كنا نحلم بها، ولكن في هذه الليلة لم نتوقع الفوز بهذا القدر، ولذلك لذلك ليس لدي سوى كلمتين بسيطتين. شكرا لكم. نتائج الانتخابات التي خاضها حزب العمال الذي يمثل يسار الوسط أظهرت حصول الحزب على 64 من أصل 120 مقعدا في البرلمان، وهو ما يعني أن بإمكان أردن تشكيل أول حكومة يتفرد بها حزبها. منذ أن اعتمدت البلاد نظام التصويت النسبي قبل 24 عاما،
انتخابات تعد إلى حد كبير استفتاء على طريقة معالجة أردن لكوفيد-19، كما أنها تعد من أكبر التغيرات في تاريخ الانتخابات منذ 80 عاما. بهذا يبدو أن حزب العمال سيتصدر المشهد السياسي في نيوزيلندا، خصوصا بعد ارتفاع شعبية رئيسته في وقت سابق بعد أن حظيت بالإشادة لتعاملها مع هجوم العام الماضي على مسجدين في البلاد، عندما قتل أحد المتعصبين البيض 51 مسلما أثناء صلاتهم، بالإضافة إلى تمريرها قوانين جديدة تحظر أكثر أنواع الأسلحة شبه الآلية. مع ذلك ستواجه أردن وحزبها الكثير من التحديات في الفترة المقبلة. تشتهر قرية فياتسكوي التي تقع وسط روسيا بوجود ما لا يقل عن 12 متحفا، من ضمنها متحف يحتوي على أفضل المجموعات الأوروبية للتسجيلات الموسيقية الكلاسيكية. هذا المتحف هو متحف عالم الأصوات الذي يعرض أدوات مختلفة لا تقدم الصوت فحسب بل وتحرك كذلك، مثل الدمى التي ترقص أثناء اللعب. وصنفت منظمة اليونسكو المتحف ضمن مواقع التراث العالمية. فكرة جميلة ومتحف يستحق الزيارة. هي القرية كلها تستحق الزيارة، 12 متحف في قرية واحدة. أتصور ذلك. فعلا. مشاهدين، على أي حال ننهي العربي اليوم بفيديو من منصتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنا العربي. فيديو اليوم وائل عن حلم قصار القامة وذوي الاحتياجات الخاصة الذي تحقق بعد تدشين أول خط أزياء لهم في مصر. نفسي يبقى لينا مثلا محلات معينة بروح واخد بيها بقى مسات ميديم ولارج، يبقى زينا زي الناس. قصار القامة وذوي الاحتياجات الخاصة، هما لما بينزلوا السوق ما بدخل أي محل ما بلاقيش أي حاجة خاصة، ما بلاقيش ديبارتمنت خاص بس مثلا بذوي الاحتياجات، فدي كانت أكتر حاجة مأثرة فيا. أول تحدي في المجال ده إن إحنا نغير نظرتنا للشخص ذوي الإعاقة، إن إحنا نربطه بالجمعيات الخيرية أو بالعمل الخيري أو على إنه شخص غير قادر على إنه يدفع ثمن المنتج أو ثمن الخدمة اللي بتقدم له. ده تحدي كبير قوي لتغيير الصورة الذهنية للمجتمع بشكل كامل. خمسة للسنة، يعني احنا الأول ما كناش بس بنعرف نستخدم ايدينا كويس وبنلبس، دلوقتي وفرت علينا حاجات كتير وبقينا بنعرف نلبس بسهولة. نفسي انزل ستورز كتير في المحلات زي ما كل الناس بتخش تشتري من اي مكان، هم كمان من حقهم ان هم يخشوا اي مكان يلاقوا حاجه خاصه بيهم هم، لان هم فئه كبيره جدا في المجتمع ومؤثره جدا في المجتمع.